فرحة البولنديين بهدف سالم، فرحة البولنديين بالسجود بهدف سالم. بأقدام سالم الداسري لكن الأمور لا زالت في أرضية الميدان لمسرح المكسيك، المكسيك لو سجلت راح تتأهل إلى الدور القادم باعتبار أن عندها أربعة أو ثلاثة أهداف وفي شكرا يا شباب الأخضر، شكرا لكل الجماهير اللي حضرت وساندت نجوم الأخضر، شكرا لكل سعودي، شكرا لكل عربي ساند المنتخب السعودي، يعطيكم ألف عافية. فعلا المونديال راح يفتقد هذه الجماهير الكبيرة.